السلام عليكم. محاولات إيرانية للتهدئة مع السعودية، هكذا يرى مراقبون إعلان مسؤولين إيرانيين استعداد طهران للحوار مع الرياض إذا ما كانت الأخيرة جاهزة لذلك. ليست المرة الأولى التي تعرض فيها طهران الحوار مع الرياض، لكن هذه المرة يأتي العرض في سياق متغيرات إقليمية ودولية من قبيل المصالحة الخليجية وقدوم إدارة أمريكية جديدة إلى البيت الأبيض. ما دلالة هذا التوجه الإيراني الجديد؟ وكيف ستكون حسابات السعودية في مواجهة هذا العرض؟ وهل نضجت أجواء المصالحة في المنطقة؟ وعلى ما ستتحاور الدولتان إذا ما قررتا فعلاً الجلوس على الطاولة سوياً؟ هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، أهلاً بكم. يبدو أن العلاقة المقطوعة بين الرياض وطهران منذ مهاجمة السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية مطلع 2016 بدأت تأخذ مساراً جديداً في ظل الأحداث الساخنة التي تمر بها المنطقة، لا سيما بعد تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. وفي ظل إتمام المصالحة الخليجية في قمة العلا، أكدت إيران أن بإمكانها إنهاء خلافاتها مع السعودية، وأنها على استعداد للحوار مع الرياض وحل القضايا العالقة، وأن أحضان طهران مفتوحة للسعودية على حد وصف الخارجية الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال إن منطقة الخليج بحاجة إلى الحوار والتعاون، في إشارة إلى رغبة إيران في حل ملفاتها العالقة وإيجاد متنفس جديد. السفير الإيراني في الكويت قال إن بلاده ترى السعودية بلداً مهماً وكبيراً في المنطقة، وإنه يمكن حل معظم المشاكل الثنائية والتغلب على الأزمات الإقليمية، وإن بلاده على استعداد لبدء مباحثات مع السعودية في أي مكان وزمان وتحت أي عنوان بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن ثمة حذر سعودي من تلك التصريحات، فإن الرياض دخلت في حوارات سابقة مع الإيرانيين لكنهم لم يلتزموا، بحسب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الذي أكد أنه لابد أن نجد مؤشرات حقيقية لتغيير نهجهم في المنطقة ودعم المنظمات الإرهابية، وحتى الآن لم نلمس هذا على حد تعبيره. إيران الممتدة هنا وهناك من خلال أذرعها في العراق واليمن ولبنان وسوريا لم تغير سياستها الإقليمية بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهي حريصة أيضا على الاستمرار بمشروعها النووي مع إظهار رغبتها في عودة العلاقات مع السعودية وتأمين جانبها السياسي من جهة الخليج وفتح قنوات اقتصادية قد تسعف ما آلت إليه الأوضاع في إيران. هذا الموضوع نبحثه مع ضيوفنا من العاصمة السويدية ستوكهولم، الأستاذ نوري حمزة الخبير بالشؤون الإيرانية، وعبر الهاتف من الرياض محمد آل زلفة العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، ومن الدوحة عبر سكايب أيضا صالح غريب الإعلامي القطري. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. لو بدأنا من ستوكهولم، يعني تصريح على لسان أكثر من مسؤول إيراني، أستاذ نوري، هناك يبدو أن هناك حماسة إيرانية لهذا الحوار، نريد قراءتك لهذه الدعوات في هذه المرحلة. كيف يمكن أن تقرأ دعوات طهران للحوار مع السعودية في هذه المرحلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن طهران اليوم طامعة كبيرا بالتغيير الذي حدث في الولايات المتحدة، أي مجيء الديمقراطيين على سدة الحوف في البيت الأبيض. الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لها علاقات سابقة مع النظام الإيراني، بناء على ذلك وما حدث مؤخرا فيما يتعلق بالمصالحة القطرية السعودية الإماراتية فتحت النافذة أمام إيران. قد تستطيع طهران من خلال هذا النافذة أن تدخل إلى شيئا من الحوار مع المملكة العربية السعودية بين قوسين لحل حالة مشاكلهما فيما بين، ولكن لدى طهران شروط مسبقة قد قرأناها وحللناها في الماضي وما زالت تتكرر في المقالات السياسية من قبل عدة كتاب منتسبين للسلطة الإيرانية. منهم من هذه الشروط
يعني شروط غريبة جدا. الإيرانيين يريدون أن المملكة العربية السعودية تبتعد كل البعد عن العالم العربي، أن لا تتصادم مع المشروع الإيراني. لكن معذرة أستاذ نوري، كيف يستقيم أن تبادر إيران هي بتقديم العرض للحوار ثم تضع شروطا؟ يعني ثمة حلقة مفرغة غير مفهومة، كيف ذاك؟ أنا قلت لك أنه الإيرانيين من خلال الكتابات التي يطرحها الكتاب السياسيين الإيرانيين المنتسبين للسلطة يطرحون شروطا بشكل وآخر، وتأتي هذه الشروط عدة شروط. في الواقع إذا نفذت هذه الشروط تبعد المملكة العربية السعودية من العالم العربي بالكامل. يعني بحسب قراءاتك، يعني عندما تبتعد السعودية عن العالم العربي إلى أين ستذهب مثلا؟ وهي في قلب العالم العربي. هي في قلب العالم العربي جغرافيا، ولكن الهدف منهم أنه بشكل وآخر إبعاد العمل السياسي والدبلوماسي السعودي فيما يتعلق على سبيل المثال في اليمن، في سوريا، في لبنان، هذه الملفات الساخنة منذ سنوات التي أشعلتها إيران. إيران تريد أن تبعد السعودية من هذا العالم، من هذه الجبهات، فهذا الشرط لا يمكن أن ينفذ من غير الممكن. ولكن إيران طامحة بالإدارة الأمريكية الجديدة، يعني غرت هذا الموضوع بشكل ما، أن الإدارة الجديدة الأمريكية لا تتماشى ولا تتأقلم مع الإدارة السعودية كما تأقلمت الإدارة السابقة، فلهذا ممكن أن السعودية تقبل بشيئا من هذه الشروط وتتغرب شيئا فشيئا إلى إيران، وتبدأ صفحة جديدة من الحوار بين البلدين. هذا الموضوع هو محل النقاش. طيب دعني أتحول إلى الدوحة. يعني أستاذ صالح، ثمة إحدى المقاربات التي تفسر هذه الحماسة الإيرانية، إذا صح التعبير بأنها حماسة، للحوار مع الرياض، ثمة من يربط بين هذه العرض والمصالحة الخليجية التي رأيناها قبل نحو أسبوعين في العلا. أريد أن أعرف منك وجه الربط بين المصالحة الخليجية وبين عرض الإيراني بالتفاوض أو بالحوار مع الرياض والدول الخليجية. نعم، أولا أهلا وسهلا، سعيد بتواجدي معكم في هذه الحلقة. أهلا بكم دكتور محمد الزلفة والأستاذ نوري. لكن حقيقة تعليق على الأستاذ نوري، أنا لا أعرف من أين استقى تلك المعلومة التي قال أنه إيران تسعى إلى زحزحة المملكة العربية السعودية من المشهد في العالم هو العربي. هو قال بحسب مقالات يكتبها محللون يعني سياسيون مقربون من السلطة. مقالات، كلنا نكتب مقالات، قد نرى شيء ونختلف مع الدولة أو مع الحكومة فيما يتعلق بما يطرح، لكن بشكل عام يعني أنا أعتقد كوني متواجد في المشهد فيما يتعلق بالمصالحة التي تمت بين المملكة العربية ودولة قطر، وطبعا مع أشقائها في الدول الخليج الأخرى التي كانت تحاصرها أو كما يقال تقاطعها. على العموم في قمة العلا، وأبدت قطر يعني بعد عودة المياه إلى مجاريها أن تتوسط بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بمناقشة الأمور المختلف عليها أو التي لدى المملكة العربية السعودية مخاوف منها، على سبيل المثال دعم الحوثي في اليمن أو في وجود في العراق أو غيرها من الدول التي تتواجد فيها إيران، أو على الأقل من يتبع إيران سواء كان حزب الله أو منظمات أخرى لها علاقة بإيران. وبالتالي فإننا وجدنا حقيقة هناك يعني سعي لهذه المصالحة، خصوصا أيضا بعد التحول الذي حدث في البيت الأبيض ب يعني رحيل ترامب ووجود بايدن، والآن يعني إعلانه للتقارب أيضا مع إيران أو العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب. أنا أعتقد الآن على الرغم من مخاوف المملكة العربية السعودية، لكن كلنا ندعم المملكة العربية السعودية في إيجاد هذا الحوار بينها وبين إيران، على اعتبار أنه دولتين المملكة شقيقة كبرى للمنطقة، نعتمد عليها، ما يصيبها يصيبنا، وما يتأثر فيها الشعب السعودي أو المملكة العربية السعودية أو قيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير سلمان أو ولي العهد. أنا أعتقد أنه السعي الآن يعني أصبح أكثر تسارعا مما كان عليه في السابق،
وفي نفس الوقت أيضا يعني التصريحات وإن بدأت من البيت الأبيض كما حدث بالأمس على سبيل المثال في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي، أنا أعتقد أنه الآن هناك أجواء قد توحي في يوم ما بإعلان هذا، يعني هذا البدء في الحوار كما حدث في المصالحة الخارجية التي استمرت 3.5 سنوات، وهناك محاولات وهناك اجتماعات عقدت لأن تأتي قمة العلا وتحقق ما تحقق لهذه المصالحة. أنا أعتقد الآن المملكة العربية السعودية مثل ما قلنا احنا لديها مخاوف، وكل دول الخليج على فكرة لديها مخاوف من إيران فيما يتعلق مثل ما قلت بدورها في المنطقة، ويعني الأمور الأخرى التي لدينا وسجلناها منذ 1979، ونحن مخاوفنا ثابتة فيما يتعلق بالدور الإيراني في المنطقة، سواء كان كما حدث في البحرين، كما حدث في المملكة العربية السعودية أو الكويت وغيرها من الأمور الأخرى التي نجد أيادي إيران في هذه المنطقة. لكن أنا أعتقد وجود حوار بناء يعني يضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتلك المخاوف، ويمكن في اجتماعات القمة الخليجية قيلت كثيرا هذه يعني هذه الخطوة انه لابد ان يكون هناك حوار، كما قال على سبيل المثال وزير الخارجية القطري ورئيس مجلس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم، مؤكد على انه ضرورة ان يكون هناك حوار بين ايران وبين دول المنطقة ل يعني احداث نوع من الهدوء في المنطقة، وأن لا تكون المنطقة مشتعلة كما جاء في الأيام الأخيرة من البيت الأبيض الذي حاول أن يؤجج المنطقة كلها على إيران وإيران على المنطقة حتى يكون هناك يعني نوعا ما حرب أو حرب بالوكالة. أستاذ محمد، في الرياض ذكر ضيفنا من الدوحة بأن هناك الأجواء الآن متاحة لإجراء حوار بين دول المنطقة، هل من هذه الأجواء أو يمكن اعتبار أن هذه الأجواء نتيجة لما يقوله مراقبون حتى أمريكيون بأن هذه المصالحات وهذه الحوارات هي تمهيد لقرار أمريكي معتزم بتمرير قرار هذا القرار الأمريكي بالعودة إلى الاتفاق الشامل مع إيران بشأن برنامجها النووي، هل ترى هذا الربط ناجعا إلى درجة كافية؟ أنا أعتقد أن هناك أو كان هناك مراهنة لدى إيران ولدى من يدور في فلك إيران على التغيير الذي حصل في الإدارة الأمريكية، وكانوا يعتقدون أن بايدن وأعضاء حكومة جاءوا ليشهروا سيوفهم في وجه المملكة العربية السعودية، وأن هذه فرصتنا لكي نحقق ما نريد من خلال شعارات يرددونها هي يعني قضية الحوار وما ما أدراك ما الحوار. ايضا ربما ولكن هذا الامل او الذي علقت عليه ايران وعذر ايران فتره طويله ينتظرون الاداره الامريكيه الجديده يبدو لي انها بدات خيبه امل بالنسبه لايران وبالنسبه لمن يدور في فلك ايران. ايضا ما حدث في العلا من مصالحه خليجيه وعوده المياه لمجاريها، أيضا كانت إيران متخوفة من أي تقارب خليجي خليجي أو تقارب عربي عربي، ولذا أعتقد أن إيران فعلا وجدت نفسها في مشكلة الآن. الخليجيين تصالحوا، الإدارة الأمريكية الجديدة جاءت بعكس ما كانوا يتوقعون، وزير خارجية أمريكا البارح في مؤتمر صحفي يقول الحديث مع إيران حديث طويل، لنا عليها شروط لا تكتفي بشروط 2015 إنما شروط جديدة بما فيها حكاية البالستي، حكاية التوسع أو ما أدرك ما التوسع على حساب جيرانها. لكن أستاذ محمد لو أذنت لي يعني نقطة مهمة يجب أن تبين، يعني على أهمية ما تتفضل به، كما لو أنك توحي بأن الآن إيران هي في الزاوية محصورة، علما أن التسريبات الأخيرة أو الأخبار الأخيرة تقول بأن إيران تشترط على أمريكا قبل الجلوس على أي تفاوض هو رفع العقوبات كلها
قبل تقديم حسن نية الإيرانيين بالالتزام بالاتفاق الشامل الذي وقعه مع القوى الدولية الكبرى. يعني إيران الآن تشترط ولا يفرض عليها، هذا ما تشي به الأخبار على الأقل. هذه أماني إيرانية. إيران تبني سياساتها كلها على الأماني وعلى توظيف الآخرين لخدمة مشروع الإيراني. إيران ليس لديها شجاعة مواجهة من تقول إنها في مواجهتها، بما فيها إسرائيل. الآن هي في سوريا، إيران في سوريا، هل ردت برصاصة واحدة على إسرائيل وهي تضرب جيوشها وأسلحتها ومخازن أسلحتها في سوريا كل يوم؟ وبل وصل ضرب إسرائيل إلى الحدود العراقية في أبو كمال والمناطق هذه كلها. هل إيران تقول بحجة محاربة إسرائيل أدمر العراق، أدمر سوريا، أدمر لبنان، أدمر اليمن في سبيل أن هؤلاء هم الذين يدمرون بيوتهم بأيديهم في مصلحة إيران؟ أنا أعتقد أن هناك يقظة عربية جديدة وهناك مشروع عربي جديد. كانت إيران وأذرع إيراني يقولون دائما أن إيران لديها مشروع في المنطقة العربية، وأنتم أيها العرب ليس لديكم مشروع. الآن لدينا مشروع كبير تقودها المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وهذا أمر واضح. المصالحة الخليجية جزء من هذا المشروع، المصالحة العربية جزء من هذا المشروع، الكشف نوايا إيران لدى الشعوب العربية المغلوبة على أمرها أو المغيبة. أعتقد أنها الآن أثبتت الأحداث أن من يدمر العالم العربي هي إيران، وبأدرع بكل أسف بأدرع عربية أو يقولون أنهم عرب. ولذلك أنا أعتقد أن محاولة الحوار هذه محاولة يائسة من إيران، لأننا جربنا الحوار معها في أكثر من موقع وفي أكثر من فترة زمنية ولم يأت الحوار بأي نتيجة، لأننا نتعامل مع نظام كهنوتي، نظام يؤمن بقضايا إلهية تسير سياسة إيران وليس من خلال العمائم واللحى الإيرانية الذين يدورون الأوضاع في إيران. هذا يقودنا إلى الحديث عن فرص إقامة مثل هذا الحوار الذي دعت إليه إيران، وهو ما نبحثه بعد الفاصل. لكن قبل الفاصل سأذهب مرة أخرى إلى لندن لأسأل نوري عن، قد يكون مفهوما أن يقول سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أننا على استعداد للتحاور مع السعودية، وأن يقول ذلك وزير الخارجية، مفهوم أن يكون ذلك صادرا على ألسنة مسؤولين حكوميين إصلاحيين، لكن ما قد يكون صعبا على الفهم على الأقل بالنسبة لكثير من المراقبين أن يدخل على خط هذا العرض هو أحمد نجاد، وهو بين قوسين يوصف بأنه من صقور المحافظين أو المتشددين في إيران. بما تفسر انضمام المحافظين إلى الإصلاحيين في الدعوة إلى الحوار مع السعودية؟ قد لا أتفق معك ولا أتفق مع من يقرأ النظام الإيراني على هذه الشكل أن هناك محافظ وهناك إصلاحي وهناك ما شبه إلى ذلك. النظام كله حالة واحدة وكله كينونة فكرية نشأ من عندها، كينونة واحدة والهدف واحد والمشروع واحد وكل ما فيه، لكن يعني له وجوه مختلفة. هناك وجه ظريف وهناك كان وجه قاسم سليماني واليوم وجه قاني. رسموا ظريف وسليماني خطة عمل مشتركة سموها الدبلوماسية الصاروخية، أي بمعنى أن نستخدم القوة الضاربة الإيرانية بين قوسين، الحوثية، حزب الله، الميليشيات العراقية وغيرها، كلها أن ترمي تضرب بجام غضبها على المملكة العربية السعودية وغيرها، وبنفس الوقت نفتح باب حوار مع السعودية تحت الضغط. ولكن هم خابوا في عدة مرات، وهذه المرة أيضا جاءوا بنفس الخطة، جاءوا يكررون نفس الموضوع، أي دبلوماسية صاروخية، بنفس الوقت الذي الحوثي يتعرض للمدن، يضرب المدن السعودية بالصواريخ الإيرانية وبمهندسين من حزب الله اللبناني بتواجدهم وضباط من حرس الثورة الإيراني. تريد إيران أن تجري مفاوضات في ظل الضغط هذا، وهذا لا أعتقد أنها تحقق شيء. إنه سؤالك يقودني على هذا الشيء، وأكرر إنه النظام الإيراني واحد، لا يوجد فيه محافظ ولا يوجد فيه إصلاحي. وردا على بغض النظر عن هذه الرؤية، يعني سيد نوري،
هناك قضايا كثيرة داخلية اختلف عليها الإصلاحيون الذين لا توافق أنهم إصلاحيون والمحافظون. في هذه القضية بالذات اتفق الفريقان على طلب الحوار مع السعودية. هل يعني يشتركان في الاستراتيجية، رسما الاستراتيجية فيما يتعلق بالسعودية؟ المشروع الإيراني واحد، واستراتيجيات العمل التمدد الإيراني هي موحدة، سواء كان مدير البلاد حسن روحاني أو محمد خاتمي أو أكبر رفسنجاني أو غيره أو خامنئي أو أي إن كان. المشروع الخارجي واحد، والمعارك الداخلية اللي ضرر رمات في العيون بمعنى يشبه بإصلاحي ومحافظ وغيره ومتشدد وغيره، هذا شؤون داخلية وأخرى. ولكن ما يحدث في المشروع الإيراني، مشروع إيران اليوم تحديدا في هذه المرحلة أكلمك، استخرجوا مشروع جديد يسمى إيران شهر. إيران شهر هي الإمبراطورية الإيرانية قبل 2500 سنة، أي حدودها من تخوم الصين والهند حتى البحر الأبيض المتوسط وهكذا إلى الضفة الغربية للخليج، بما فيها كل دول الخليج جزء من المشروع الإيراني، سواء نجد وإلا الحجاز جزء من المشروع الإيراني وجزء مشروع إيران شهر، يعني بمعنى أنه يجب أن تصبح ضمن الإمبراطورية الإيرانية. نعم. وكل ما يعمله طيب. هذه القوة بين قوسين الإصلاحية وغير الإصلاحية ملتزمين بتنفيذ هذا المشروع، يعني على قدم وساق طيب. بدون استثناء. طيب طبعا نحن نريد أن نركز أكثر على قضية الخفايا، هذه الدعوة إلى الحوار سنبحث هذا بشيء من التفصيل بعد الفاصل، وقفة قصيرة تتبعها عودة لاستئناف الحديث. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن فرص إقامة حوار بين دول الخليج العربي وإيران على عرض بهذا الشأن قدمته الأخيرة. سيد صالح، الآن الأصابع كلها تتجه نحو الدوحة على أساس على قاعدة أنها يمكن أن تقوم بدور حيوي في أي حوار أو مصالحات أو تهدئة في المنطقة في المرحلة المقبلة، لأنها تحتفظ بعلاقات دافئة مع كل الأطراف. نريد أن تحدثنا عن دور قطري محتمل في تقريب وجهات النظر وفي التوفيق نحو الجلوس على طاولة الحوار بين السعودية وإيران. نعم، ولا شك يعني أنه قطر مثل ما قلت يعني منذ انتهاء الحصار الذي فرض على قطر، قطر لعبت هذا الدور في تقريب وجهات النظر بين كل من المملكة العربية السعودية وإيران، وبين إيران وأمريكا، وأبدت استعدادها أنه يعني كما جاء على لسان المتحدث الرسمي الأستاذة لولو الخاطر مساعد وزير الخارجية القطري، في أنه هي لديها الاستعداد أنه تقوم بهذا الدور في تقريب وجهات النظر لبدء الحوار، ومثل ما قلت يعني الجلوس على طاولة واحدة، لأنه الحوار هو المهم الآن. يعني كل هذا الكلام الذي نقيل نتحدث فيه إعلاميا هو لا يعبر عن الحقيقة، أو عن عندما يكون على طاولة الحوار. في الأزمة الخليجية شاهدنا كثير من التحليلات وكثير من الأمور، لكن في النهاية حدث الآن هذه الانفراجة وهدأت المنطقة مما كان يهدد المنطقة حقيقة، يعني من كلمات ومن يعني أمور لم نكن نرغب أن تكون موجودة في نعم. الآن نحن نرى مثلا الدور القطري في عملية مثل ما قلت خلق أو فتح حوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، لأن الدولتين محوريتين في المنطقة. المملكة العربية السعودية دورها واضح في كل المناطق،
وجهودها سواء كان في الخليج أو في الوطن العربي أو في العالم ككتلة سياسية دورها مقدر ومثمن. وبالتالي يعني الآن حتى الجهود التي يبذلها الأمير محمد في تغيير يعني الصورة النمطية التي أخذت عن المملكة العربية السعودية، الآن هناك مشاريع وهناك انفتاح اقتصادي وسياسي يختلف عما كان عليه في السابق. لكن أنا أعتقد قطر تلعب هذا الدور وهي قادرة على لعب هذا الدور كما لعبت أدوار أخرى في المنطقة، سواء كان في مع طالبان سواء يعني في أفغانستان، سواء كان في السودان وغيرها من الدول الأخرى التي دخلت قطر كوسيط ونجحت في تحقيق أو تقارب وجهات النظر، ومن ثم تم التوقيع على بدء الحوارات، ولاحظنا ما حدث في حتى في الأزمة اليمنية أيضا كان لقطر دور كبير، لكن مع الأسف لم يتم ما 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 هدفت له دولة قطر. والآن من المغت يعني أنا قطر الآن تلعب هذا الدور الذي يعني أنا أعتقد إيران طلبت من قطر وقطر طلبت من إيران أن يكون هناك حوار مع المملكة العربية السعودية لتفتيت كل يعني الأمور المختلف عليها في المملكة العربية السعودية حتى تكف إيران يدها أو تقلص أيادي إيران في المنطقة على سبيل المثال في منطقة الخليج من الدور الإيراني ومن التواجد الإيراني في هذه الفترة. وبالتالي فإن هذا الأمر إن نجح سيكون هو نجاح لكل المنطقة بأن هناك يعني تم إخماد النار التي كانت تشتعل في المنطقة منذ 1979 عندما أتى الخميني ومرورا بكل المتغيرات التي حدثت في المنطقة في الداخل الإيراني. طيب سيد محمد في الرياض، يعني وزير الخارجية السعودي السيد فيصل بن فرحان قال إن الحوار مع إيران غير مجد، قد لا يكون هذا هو الموقف النهائي للسعودية، وإنما بحسب مراقبين قد يكون الموقف النهائي للسعودية أقرب إلى سياسة الانفتاح التي تشهدها المنطقة، وخصوصا بعد إقامة العلاقات مع قطر بعد 3 سنين من لهجة ونبرة سعودية حادة تجاه قطر. هل أنت من القائلين بأن الآن السعودية تتجه نحو عصر جديد من الانفتاح على دول الجوار لأن هذا هو الطريق الوحيد لتخفيف التوتر في المنطقة؟ ما حدث بين السعودية وقطر بكل أسف هي أعمال يعني فرضت على قطر من أطراف أخرى. ما أعتقد أن قطر شعبا وحكومة كان يريد أن تصل الأمور بينه وبين جارته الكبرى، لكن في إيران نحن أفضل أن نبقى في إيران. أي نعم، ولذلك أنا أتصور أن ما قاله سمو الأمير فيصل بن فرحان أن لا أمل أو أن يعني البون الشاسع بيننا وبين إيران في أي نوع من أنواع الحوار، ولذلك لنا شروط، يعني المملكة العربية لها شروط وشروط معقولة ومقبولة، وليس كما قال شريكنا في الحوار من السويد أن بعض الإيرانيين يقولون لدينا مشروع إيران الشاه ولديهم مشروع توسيع كذا ولديهم إلى آخره من المشاريع الهلامية. ماذا عن شروط المملكة السعودية؟ العربية السعودية تطلب من إيران كف أداها عن المملكة العربية السعودية ودول الخليج وإلحاق الأذى بها. أيضا المملكة العربية السعودية دولة عربية محورية تقود الآن مشروع عربي، تقول لإيران أنا وتعاملي مع العراق دولة عربية من حقي أتعامل معها. انظر ماذا تفعل إيران من خلال ميليشياتها في العراق، لا يريدون تقارب عراقي سعودي إطلاقا. غدا سيكون في حوار بين السعودية وبين الأخوان في سوريا بأجنحتهم المختلفة، إيران حتعمل نفس الدور الذي تعمله في العراق. يعني تقصد السعودية ستقيم حوارا مع الفصائل أم مع النظام؟ يا سيدي نريد حوارا مع دولة مع دول، لا نريد الحوار مع فصائل ولا مع منظمات إرهابية. لماذا؟ نحن نرفض الحوار، لم نحاور القاعدة، لم نحاور داعش،
لم نحاور في سوريا يوجد جيش حر ايضا، لان هؤلاء كلهم يا سيدي لن نحاور حزب الله، لن نحاور اي ذراع من الاذرع الارهابيه التي تمارس، التي تستغلها ايران لوجود الشروخ العربيه. لكن استاذ محمد، يعني نقاط مهمه اريد ان ابني عليها، يعني هل ترى ان السعوديه الان وهي محاصرة من قبل الإيرانيين وميليشياتهم كما تفضلت في العراق وفي اليمن، وخرج النفوذ السعودي تقريبا من سوريا، هل هي في موضع يسمح لها بوضع شروط على إيران في هذه المرحلة؟ شروطها معقولة ومنطقية، تقول يا إيران لا تدخلين في شؤون العربية، مثل ما قال المرحوم الأمير خالد سعود الفيصل حينما تقابل ظريف الذي يتكلم الآن عن حوار وما حوار، قال له ما دخلكم بالعرب، انت يعني انشغلوا بحالكم، ثورتكم جاءت ضد الشاه وتعاملوا مع قضاياكم. نحن نكرر الكلام هذا ونقوله، الايرانيين اضعفوا ايران والشعب والشعوب الايرانيه، اضعفوا ودمروا البلدان العربيه، اضعفوا اي بلد تمتد ايديهم اليه، ولذلك هنا لن يستطيعوا يحققوا اي شيء اطلاقا، حتى مهما كانت صواريخهم البالستيه وصواريخهم غير البالستية ومن سياراتهم وغيرها لن يحققوا شيئا. سيجدوا يعني أنفسهم، هم راهنوا الآن على بايدن. هل أفهموا من كلامك أستاذ محمد وأنت المراقب والمتابع وتعرف ماذا يجري في السعودية، هل أفهم من كلامك أن فرص إقامة مثل هذا الحوار تكاد تكون معدومة قياسا الأوضاع الحالية على الأرض؟ أنا أعتقد نعم لن يكون في حوار طالما إيران تتدخل في شؤون هذه المنطقة. المملكة العربية السعودية ليست دولة ضعيفة تخضع لأي قوة في العالم بما فيها يعني حليفها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. المملكة العربية السعودية ليست دولة موز، ليست دولة جزيرة صغيرة، هي دولة إمبراطورية واسعة في الأرجاء، هي تمثل العرب، تمثل العرب كلهم، ولذلك ولديها القوة الاقتصادية، القوة البشرية، القوة العسكرية، القوة الإرادة السياسية، القوة الانفتاح على كل العالم، والعالم كله يعترف بهذا. طيب. لماذا تخضع لحوار مع إيران غير يعني وإيران غير مستعدة، غير صادقة، يعني غير طيب. صادقة إطلاقا في قضية الحوار. طيب. هي تريد أن تخرج بشيء من ماء الوجه أمام أذرعها في المنطقة وحجة أيضا أمام أمريكا إن طلبت الحوار، ولكن السعوديين حقيقة هذه وجهة النظر التي قدمتها ما يشفع لها أن السعودية ودول الخليج العربي كلها لديها شكوك من نوايا إيران ومواقفها. وهنا أريد أن أسأل أستاذ صالح، في الدوحة هذا الدعوة للحوار تستلزم من جانب دول الخليج العربي أو جلها تقريبا إجراءات مبدئية لبناء الثقة من قبل طهران تجاه هذه الدول العربية. وهنا أسأل معذرة، السؤال موجه للسيد نوري في ستوكهولم، ما هذه الإجراءات التي ينبغي على طهران أن تقدمها قبل الشروع في أي حوار مع السعودية ودول الخليج العربي؟ جميع الأطراف العربية وخاصة دول الخليج العربي كلهم يعني طموح وثقة وحب يكنون للشعوب الإيرانية كافة، ويريدون الحوار مع إيران، يريدون أن المنطقة تهدأ بكل ما تعني الكلمة، يريدون السلام كل ذلك. ولكن النظام الإيراني لديه طموح أكبر من هذا، يتعدى حدوده الجغرافية وراسم لخطة معينة، يريد أولا إبعاد المملكة العربية السعودية من المشهد السياسي الإقليمي. طب هذا أستاذ نوري، هذا تحدثنا فيه حتى لا يدركنا الوقت، يعني العرب يقولون وخاصة في دول الخليج العربي وعلى رأسهم السعودية تقول إنه لابد من إجراءات بناء ثقة من قبل طهران حتى نشرع في التفاوض. برأيك ما طبيعة هذه الإجراءات التي يجب أن تقوم بها طهران حتى على الأقل تعطي شيئا من الثقة للعرب أن يجلسوا معها على طاولة الحوار؟ الأمر واضح ببساطة، إيران تخرج من اليمن، تخرج من اليمن وتترك اليمن لأهله أولا، ثانيا تترك سوريا، ثالثا تترك العراق، رابعا تترك لبنان، كل ما تعمل كل ما متمدد إيران. هذه ليست إجراءات بناء ثقة، ثم من يقول في عرف السياسة هذه ليست إجراءات بناء ثقة، هذه هدم للمشروع الإيراني كله من أجل أن يجلسوا على الحوار. إذن نحن في مرحلة حرب مع مشروع إيراني يريد ابتلاع جميع هذه الأوطان العربية على حساب الدول العربية وشعوبها،
أو هذا المشروع يستمر أم لا يستمر، أم لا يكون حوار. هذا الحوار يصبح فاشل، لا يكون حوار. لكن أستاذ نوري، أستاذ نوري بالمنطق، بالمنطق يعني يمكن أن يقال بأن الخروج من العراق والخروج من اليمن والخروج من سوريا في ضوء موازين القوى على الأرض والمواقف الدولية قد يكون أضغاث أحلام بالنسبة للعرب، قد يكون تحت هذا المستوى إجراءات معينة ينبغي أن تقوم بها إيران لتعبر عن رغبتها بالحوار مع السعودية الذي قد يفضي إلى ما تتفضل به. ما هذه الإجراءات الممكنة؟ من الممكن من اليوم أن لا تطلق أي صاروخ ولا أي رصاصة نحو حدود المملكة العربية السعودية في اليمن كما تعمله حتى يوم. ثانيا أن هذه التفجيرات وعملياتها المشتركة مع داعش مع مجيء بايدن التي نفذتها في بغداد أن لا تستمر بها. الموضوع الآخر فيما يتعلق بسوريا وإلى آخره أيضا، فهكذا علقت تهدئ هذه الجبهات الساخنة، تهدئ هذه الجبهات، تلجم هذه القوى الداخلية والإقليمية التي تتحدث وتهدد المملكة العربية السعودية والعرب بشكل عام. وجميع هذه الأمور قد تفضي هذه الأمور إلى تتيح الفرصة وتؤسس إلى حوار مشترك في المستقبل. جميل. طيب أنا أتحول إلى الدوحة لأسأل الأستاذ صالح، قياسا إلى القدر الهائل أو الكبير من الشكوك الخليجية تجاه إيران، هل ترى الدوحة أن هناك فرصة حقيقية لإنجاز مثل هذا الحوار، لجلوس الفريقين على طاولة حوار مستديرة في هذه المرحلة على الأقل؟ أتفق معك في أنه قطر أو الدوحة تلعب هذا الدور الآن، وإن كان هناك يعني هدوء في هذه المنطقة حتى تكتمل الطبخة ومن ثم يقدم الحوار على طبق من فضة. أنا أعتقد قطر قادرة على لعب هذا الدور، ودول المنطقة وتحديدا المملكة العربية على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمير، أنا أعتقد أنه يعني هذه كانت فقط ردة فعل. إنما عندما مثل ما قلنا تبادر إيران بإبداء حسن نية أو تصفية الأجواء بينها وبين المملكة العربية السعودية تحديدا، فإن هذا الحوار سوف يتم. الآن قطر تقوم بهذا الدور، قطر منذ البداية وهي تلعب هذا الدور لتقليب وجهات النظر أو الاتفاق على ما هو مختلف عليه. أنا لا أتفق مع المشروع الذي ذكره الأستاذ نوري، ولكن إيران كان لها مشروع، على سبيل المثال تصدير الثورة، الهلال الشيعي وغيرها من الأمور الأخرى، لكن لم تستطع أن تقوم بما كان مخططا له. أنا أعتقد الآن المنطقة في ظل هذه المتغيرات التي تحدث وفي ظل هذه الجهود التي بذلها الأمير محمد في أن تكون المملكة هي قائدة للأمة العربية والإسلامية بجهودها وبعطاءاتها، أنا أعتقد قادرة على أن تتفهم الدور الإيراني أو أن يكون هناك تفاهم حول يعني كف يد إيران عن التدخلات في الشؤون الداخلية لمنطقة الخليج في المقدمة، وبعدها الدول العربية التي تتواجد إيران سواء كان كما حدث. يعني على سبيل المثال الانفجار الذي حدث اتهموا في المملكة العربية السعودية وجابوا صور أصلا الشخصية التي تناولوها يعني قتلت في أحداث سابقة. دائما ما يزج اسم المملكة في أي أمور أخرى، لأنه من السهل أن يصدق المواطن العربي أنه والله هذا الأمر قام فيه مواطن سعودي أو قامت فيه المملكة العربية أو ما شابه ذلك. أنا أعتقد على الآن إيران أن تبدي حسن النية وأن يعني تتفق مع قطر ومع المملكة العربية السعودية في خلق هذا الحوار حتى يكون هناك يعني طيب. أمن وأمان للمنطقة بشكل كامل. الأمن والأمان هو من شروط السعودية. أتحول إلى الرياض أستاذ محمد، يعني شروط السعودية لا تبدو تعجيزية حقيقة ويمكن تحقيقها، خصوصا إذا ما جاءت هذه الدعوة في سياق رغبة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة في تحقيق أجواء انفتاح في المنطقة تمهيدا للعودة إلى قرار الاتفاق الشامل مع إيران. في هذا السياق إذا ما أقيم حوار محتمل بين الطرفين، فما المواضيع التي يمكن أن تتحاور عليها السعودية مع إيران برأيك؟ مع إيران
يا سيدي، الحوار الغربي الأمريكي مع إيران حول النووي يبدو أنهم جميعا ملوا من ألاعيب إيران ومن تحايل إيران ومن عدم مصداقية إيران في أي موقف من المواقف. نعم، نعرف تماما بعض مواقف راسمي السياسة الأمريكية وراسمي السياسة الأوروبية، بكل أسف أنهم عندهم مواقف منحازة ضد العرب وإلى جانب من يعادي العرب، هذا نعرفه جيدا. ولذلك أنا أعتقد أنه من كلام وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الجديد أنه جاء مخيبا جدا لأمال إيران وأمال أدرع إيران في المنطقة. الاتفاق العلا أيضا جاء مخيبا لإيران ومن كان يتبعها. الآن المملكة العربية السعودية مثل ما قال الأخ صالح من الدوحة دولة لا تريد الحرب، لا تريد أن تدخل في مشاكل مع الآخرين، لأن لديها مشاريع أكبر أهمية من ذلك، تريد السلام والاستقرار والأمن، لأن لا يمكن تزدهر حياة الشعوب إلا إذا توفر الاستقرار والأمن والسلام في هذه المنطقة. المملكة العربية السعودية تقود هذا المشروع لمجابهة مشروع عبثي إيراني رأينا كيف كان تأثيره في البلدان العربية. العراق بحاجة إلى 100 سنة عشان يصلح أوضاعه، سوريا بحاجة إلى 250 سنة عشان يصلح أوضاعه، لبنان بحاجة الله أعلم إلى يدمر تقريبا يدمر كله لكي يعاد بناءه بعد الله على أيدي الفرنسيين على أيدي يعني فينيقيين إذا بعثهم من الأرض. لذلك إيران دولة تدميرية، السعودية دولة تعميرية، دولة محبة للسلام، مكانتها تؤهلها لذلك عربيا إسلاميا عالميا. ولكن كيف يكون الحوار مع دولة ليست لديها إلا الصواريخ؟ يعني سياسة مثل ما قاعد أخوان سياسة الصواريخ أو سياسة السعودية. أستاذ محمد، السعودية تقول إننا لا نريد طيب السعودية تقول إننا لا نريد حربا مع إيران ولا نريد حربا في المنطقة. طيب لا حرب ولا حوار، ماذا يعني؟ يعني لا هذا ولا ذاك، ماذا بعد لا ذلك؟ لا 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 يا سيدي، نريد حوارا مبنيا على أسس سليمة تماما. تبدي هل لدى النظام الإيراني نية صادقة في أن يتعامل مع جيرانه كدولة مسؤولة؟ يعني ليس لديها نصا واضحا في دستورها يقول التمدد على حساب الآخرين، نشر حكاية ما يسمونه بأفكار الثورة. نعم. يا ريتها أفكار ثورة نيرة، لكن أفكار ثورة رجعية متخلفة. طيب. الثورات الكبرى في العالم مثل الثورة الفرنسية أثرت في العالم لحتى الآن، لكن طيب. ماذا قدمت هذه الثورة الهلامية؟ أستاذ محمد، التدمير والتخريب. أرجو المعذرة عن المقاطعة حتى أملك وقتا أعود إليك لأختم معك، وأرجو أن أملك هذا الوقت. دعني أتحول إلى ستوكهولم مرة أخرى. علامة، وأرجو الاختصار من فضلك أستاذ نوري، علامة تريد أن تتحاور إيران مع السعودية؟ ما الهدف الذي تريد أن تصل إليه أيضا من وراء هذا الحوار؟ ببساطة، إيران تريد أن تفرض على السعودية الأمر الواقع، بمعنى أن السعودية تقبل ما حدث في اليمن وتقبل ميليشيا الحوثي كالدولة الشرعية في اليمن بين قوسين، وتنسى القيادة الشرعية اليمنية، وهكذا ما حدث في سوريا يكون أمر واقع، وفي لبنان وفي العراق وإلى آخره. تريد أن تقول أن هذا الأمر حدث وانتهى، ولنفتح صفحة جديدة، نتعامل من جديد ونتعاون، مع سبيل المثال في ما يتعلق بسوق النفط، الأوبك، قضية الحج وكذا إلى آخره. هذا شكليات الموضوع، ولكن في باطنهم ترسيخ المشروع الإيراني، أي مشروع إيران شهر، أي هو بين قوسين الذي يغرأ من قبل المتطرفين الإسلامويين في إيران بمشروع تصدير الثورة. نعم. مشروع إيران شهر تريد تثبيته عبر هذا الحوار وفرضه بين قوسين على المملكة العربية السعودية، ولكن هذا لن يحدث. أشكرك على الالتزام يعني بالاختصار بالإجابة التي جاءت شاملة في ظني. أعود إلى الدوحة. الأستاذ صالح، الدول الخليجية هي في مركبة واحدة، وهي مرتبطة بأمن قومي واحد مهما كانت الخلاف الداخلية فيما بين دول الخليج. بناء على ذلك، هل دول الخليج العربي لديها رؤية
واضحة وواحدة موحدة تجاه الملفات التي يمكن أن يتم التفاوض معها عليها مع الإيرانيين؟ لا شك، يعني مثل ما قلت يمكن احنا علاقتنا ايضا بايران سواء كان اقتصاديا سياسيا اجتماعيا في تكامل في العلاقه، يعني هناك اسر ايرانيه، هناك جاليات ايرانيه تقيم في هذه المنطقه، هناك اقتصاد بين دول الخليج وبين ايران. لكن انا اعتقد انه الملفات المختلف عليها يعني لم يكن هناك حوار مع إيران لإيجاد حل واتفاق حولها. أنا أعتقد إذا ما تم هذا الحوار فسوف يكون هناك اتفاق، كما ذكر الدكتور محمد أنه المملكة الآن تحتاج إلى الأمن والأمان لأن عندها مشروع اقتصادي، مشروع كبير جدا، وفي نفس الوقت هي تقود المنطقة الخليجية والعربية إلى أمور أهم من مما هو مختلف عليه الآن مع إيران. لكن على إيران أن تكف يدها في التدخلات في الشؤون الداخلية وخصوصا في المملكة العربية السعودية طبعا عبر. لكن فيما يتعلق بالحكومة الشرعية في اليمن، لا، الحكومة الشرعية في اليمن واتفاق الرياض الآن يطبق، وما يقول الدكتور نوري لا أرى صائبا، لأنه اتفاق الرياض يحدد المحافظة على الشرعية في الجمهورية اليمنية وليس للحوثي دور في هذه المنطقة. لذلك لابد أن يكف يد الحوثي عن التدخلات في الشؤون الداخلية في المملكة العربية السعودية. طيب، أيضا أشكرك أستاذ صالح. يعني أذهب إلى الرياض. أستاذ محمد، هل السعودية بناء على المتغيرات الإقليمية والدولية وبناء على موازين القوى على الأرض سواء في السعودية أو في إيران، هل السعودية في موقف يدفعها إلى الجلوس على طاولة الحوار أم هي في موقف يدفعها إلى الاستعلاء عن هذا الجلوس، يعني الرفض، يعني عدم الجلوس؟ الحوار غير مرفوض مطلقا، ولكن الحوار له أسس. على أي أساس أن يتم الحوار إذا إيران التزمت بمفاهيم حسن الجوار؟ مثل ما قال الأخ صالح، نحن على ضفتي الخليج، إيران والعرب بيننا وبينهم علاقات يشوبها أحيانا كثير من التوترات، ولكن أيضا علاقات موجودة. إيران موجودة جغرافيا، إيران موجودة دولة، إيران موجودة سكان، علينا أن نتعامل معهم تعامل كما تعاملنا معهم على مدى العقود الماضية منذ بداية القرن العشرين. ولكن الحوار مع نظام لا يؤمن بحسن الجوار ولا يؤمن بالعلاقات الدولية ولا يؤمن بحق الشعوب وسيادة الشعوب في التصرف في أمورها الداخلية. طيب، بما تشاء. لماذا وضعت إيران إطار الحوار مسبقا، يعني من دون أن تترك فرصة لخيارات لدى الطرف الآخر وهو السعودية؟ قالت إن هناك اليمن، يركزت الحوار قضية اليمن على أنها جزء الحوار الأساسي، كيف تفسر هذا الأمر؟ اليمن يا سيدي هو تدخل سافر من قبل إيران لمساندة فئة قليلة جدا من الشعب اليمني. لليمنيين كادوا أن يقرروا مصيرهم من خلال الحوار اليمني، والحوثي كان جزء من هذا الحوار. الحوثي لا يشكل إطلاقا أكثر من 6% من الشعب اليمني، ولذلك إيران هي التي حشدته وحشرته ومولته وسلحته لكي يخرب كل شيء في اليمن، ومن ثم يجعل من اليمن منصة إطلاق على المملكة العربية السعودية الهدف الإيراني الأول، مثل ما تفعل الآن مع الميليشيات العراقية. تريد أن تكون الميليشيات العراقية تجعل من العراق منصة أخرى أيضا ضد المملكة العربية السعودية. والشكوك حول الصاروخ الذي أطلق يوم السبت الماضي، الشكوك من أين أتى، وستثبت التحقيقات والأشياء هذا. وبينما ظهر من الميليشيات العراقية من يتفاخر أنه الذي فعل هذا. ولذلك نحن كيف نتحاور مع نظام يستخدم هذه الجيوب لتدمير شعوبها وتسميم علاقاتها مع جيرانها؟ وضحت الصورة أستاذ محمد، يعني أدركنا الوقت. أشكركم ضيوفي الكرام، شكرا جزيلا. كان معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم نوري حمزة الخبير بالشؤون الإيرانية، ومن الرياض محمد الزلفة العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، كما كان معنا من الدوحة أيضا صالح غريب الإعلامي القطري
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، دمتم في حراسة الله.